ان شاء الله يا جماعه رايحين الروضه، تعالوا كده نعرف ندخل ونلاقيها فاضيه. يا رب ان شاء الله نعرف ندخل ان شاء الله. لو تهت مننا تيجي هنا لوحدي. ماشي. حفظتي؟ حفظت. شاطره. كله يقول لي ماما شاطره يا حاجه سوسو. يا حاجه سعده. حاجه سعده هديك على فيك لو ما تعديش. صباح الفل يا حاجه. صباح القشطه. ازيكم حبيبنا؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويكتب لكم الزياره الجميله دي ويوعد الجميع بيها يا رب العالمين. امين يا رب. حطوا اللايك بسرعه واشتركوا في القناه عشان الايام اللي جايه جامده جدا، كلها مفاجآت من الاخر، كلها حاجات حلوه كده هتعجبكم قوي. كلها مفاجآت وافراح وعبال عندكم كلكم يا رب. امين يا رب. حبيبي القمر دوت انا ما بقولوش الا قمر. الحمد لله ان ربنا كتب لنا ورايحين الروضه الشريفه مع بعض. عقبال كل يا رب اللي بيسمعنا. اللهم امين يا رب. بالله عليك ادعوا له. الدعوه اهم شيء. ادعوا له بنت الحلال. ربنا يرزقك بنت الحلال يا رب ويكرمك. هو ومحمد. هو ومحمد. اللهم امين يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يسعدك يا رب والله. يعني يا رب بارك الله فيك. حبيبي عسليه والله. ربنا يرزقكم باتنين توأم. هنروح ان شاء الله. اه توأم ما شاء الله. ناخد اتنين اخوات؟ الله يجزي خيرك يا ريت. ان شاء الله احنا رايحين دلوقتي نزور الحبيب صلى الله عليه وسلم وهندعي لكم كلكم هناك وانتوا ادعوا لنا. قادره ولا نجيب عربيه؟ لا قادره. نجيب عربيه حاج؟ احنا بنفوت في الحديد يا محمد. الصلاه على النبي. ربنا يديك الصحه. بنفوت في الحديد. ربنا يديك الصحة يا رب وعقبال ما تيجي تاني يا بابا. يا رب يا رب عقبالك كتير يا رب. ما شاء الله المنظر. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر على الإسلام. الأغنية خلصت ولا لسه؟ على فكرة عبد الغفور بيعمل حاجة جامدة كده وطنية صح؟ وطنية. حاجة للسعودية. إن شاء الله ربنا يوفقك يا رب. امين يا رب. امين يا رب. بص المنظر بسم الله ما شاء الله. اجيب الكاميرا عليكم ولا بتتكسف؟ لا عادي اوكي. تعودنا خلاص. سو سباق. ايش رايك؟ جري. والحاج نبيعهم؟ لا لا عادي. تيجي نسوي سباق؟ هم يقدروا ولا ما يقدروا؟ لا انا اه شو؟ انا ما شاء الله. طب يلا. طب يلا. 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 يلا نيجي. يلا. لا 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 خلاص كده. كفايه كده. ايوه كده تمام خلاص احنا قريبين ان شاء الله. وصلنا الحمد لله قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. الواحد جسمه بيقشعر اول ما يجي هنا والله العظيم. الواحد جسمه بيقشعر. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. 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 كل الناس صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحاجه دخلت من الجنب الثاني عند الحريم واحنا هندخل من الباب دوت من عند الرجال. هنشوف مين يفوز بالتحدي. ها هنشوف مين اللي هيفوز بالتحدي. اه عشان احنا بنشوف مين اللي هيلاقي ام الاول بعد ما نخلص. ها يا بابا عملت تحدي انا وعبد الغفور. بعد ما هنخلص نشوف مين اللي هيجيب الحاجه الاول. بس انا بقول له بتوه كل مره. انا اللي هجيبها. ايوه انا والحاج ان شاء الله احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضره جمال النفس. في راحه نفسيه رهيبه. ربنا يوعي كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي يا رب. يا رب يوعي كل المسلمين يا رب. الله اكبر الله اكبر. ادعي لي يا حاج اوعى تنسى تدعي لي. ادعي لي بالله عليك. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. اللهم اسالك رضاك والجنه واعوذك من سخطك والنار. اللهم امين. اللهم ارزقني شربة هنيئا من ايد حبيبي محمد لا نظمأ بعدها ابدا. الله. مبسوط يا حاج؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم احساس جميل قوي لما تقف وانت بينك وبينه مترية. ايوه والله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. شفحه فينا. امين يا رب. اللهم امين. شفحه فينا يا رب. امين يا رب. امين يا رب. جاري البحث عن امي انسحب من التحدي على فكره. انا ما انسحب. ليه؟ والله ما انسحب. انت قلت لي خلاص خليك ما بتعبك. انا قول عند الثاني مو مشكله. انا قلت له خليك ان شاء الله اللي عند بابا 32 فان شاء الله اكسب واطلع صح. لا 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 حتطلع من الثاني صدقني. شوف ان شاء الله هلا. شوف ان شاء الله. الله يسلم عمرك. زرت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. دعيت لي جوه؟ دعيت لك وعيطت لربنا. دعيت لك ودعيت لأولاد صباحو بنتي يبقوا في المراكز العالية. أمين يا رب. ويشوفهم أحسن من ولادي. أمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الأمنية اللي أمهم كانت نفسها تشوفهم فيهم يحققوها يا رب. أمين يا رب. يلا بقى عشان إيه؟ عشان كانت نفسها تشوفهم في المراكز العالية. أمين يا رب. يلا عشان الحاجة واقف مستنينا وربنا يكتبها للناس كلها يا رب. ده جبل الرمان؟ نعم نعم. الأم طلعته السنة اللي فاتت. ما شاء الله ايه. تتذكر كويس ما شاء الله. يقول لي لا تقعد له لا هات. ما شاء الله. فين جبل أحد بقى؟ جبل أحد هذا. اه ده جبل أحد. بس مش هيبان لك مش باين في الليل. لا باين ما شاء الله باين. لا باين. مسجد سيد الشهداء سيدنا حمزة.
سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القعدة الجميلة دي بقى في المكان الجميل ده بالصحبة الجميلة دي، طبعا احنا هنا قاعدين عند سيد الشهداء كده، قاعدين في القعدة الجميلة هنا عند جبل الرومان في الطل. ما شاء الله. القعدة دي باختيار عبد غفور. منور يا حاج. الدنيا منوره. الحاج عمال نقول لها ناكل الاول، تقول لك اطلع الجبل الاول. يا حاجة ناكل الاول، تقول لك والله مستعجلة. طب ناكل وبعد كده نهضم. انا فرحانة بالمكان. لا المكان جميل، المكان جميل ما شاء الله، المكان جميل، المكان جميل جدا ما شاء الله. يا ما شاء الله، الله اكبر. اتفضلوا معانا بقى يا جماعه الاكله البسيطه دي. اجمل حاجه في الدنيا كلها بقى ان احنا ماشيين مكان ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمشي. ده طريق السنه، ده طريق السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح من هنا لحد مسجد قباء، ماشي من الحرم لحد مسجد قباء. ده طريق اسمه طريق السنه. طبعا احنا الحاجات دي كلها ما نعرفهاش ولا كنا نعرفها. عبد غفور ربنا يبارك له، هو المرشد السياحي، اقسم بالله اسطوره، مرشد على قد الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي فيه، يعني تخيلوا كده لما تبقى ماشي في مكان النبي عليه الصلاه والسلام مشي فيه، وخطواك تيجي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا جينا مسجد حمزه بس السنه اللي فاتت. نعم. كان معنا الرحله لكن ما جيناش بالطريقه دي. لا 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 بصراحه كده اجمل بكتير. احساس رهيب واحساس ممتع جدا. نعم. اما تحس ان انت ماشي في مكان النبي مشي منه. يا سلام. ده بحاجه تانية بقى، احساس تاني خالص. تخيل بقى لما خطاك تصادف وتيجي على خطاه. يا الله، الله اكبر، الله اكبر. دلوقتي الحمد لله وصلنا خلاص مسجد قباء. ربنا يا رب يتقبل يا رب. احنا جايين يوم السبت، لان اللي يصلي ركعتين في مسجد قباء يوم السبت بمثابه عمره بالظبط. كم مره بيجي راكب ومره يجي ماشي، فاحنا جايين يوم السبت علشان ناخد الثواب. الحمد لله ربنا يتقبل يا رب. طبعا المنطقه دي كلها انت شفتوها السنه اللي فاتت كانت بتبقى مليانه حمام، بس عشان احنا بنلف الحمام كله نايم دلوقتي فوق هناك اهوت، ما اعرفش انت شايفينه ولا لا، فالحمام اكيد بيصحى الصبح وبيجي الصبح. المنطقه دي كلها بتبقى مليانه حمام، فربنا يتقبل يا رب. هنخش بقى نصلي دلوقتي وربنا يتقبل ويكتبها لكم جميعا يا رب. نركب السياره الجميله ديت عشان افرجكم على المكان الجميل دوت. شكلها حلو قوي 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 قوي. هي صحيح موديل قديم بس شكلها جميل جدا، وكفايه ان احنا هنفرجكم على المكان الجميل دوت. اخدكم صوره. يلا يلا ناخدوا صوره. منور يا حاج جابر. لا كلامك يا الحاج، لما تشوف الفيديوهات ديت هتقول لك يا ريت كنت جيت معاكم. المكان ما شاء الله، بص المكان جميل جدا ان شاء الله، تحفه. اللي يقدر يجي يا جماعه يجي هنا على طول، ما يضيعش وقت، ما يضيعش الفرصه. بقول لك يا اسطى، يا اسطى هو انا ينفع اسوق؟ معايا رخصه. معايا رخصه دوليه. تقول لي نظام الشركه. ماذا تقول؟ نظام الشركه. ربما اسرقها. مش اسرقها، انا مو حرام. انا بهزر معاه. ايوه انت فاكرني ممكن اسرقها؟ لا لا انا كاسرقها. على فكره انا مش حرامي. بس اكتئب الحين هينزلنا بعد. حبيبي انا بهزر معاك. الله يسعدك. اسمك ايه؟ ريان. ايه؟ ريان. احسن ناس عاشت الاسامي. بص المنطقه دي بقى وجمالها، ايه الحلاوه ديت؟ انا عمري في حياتي ما شفت حلاوه زي كده. حاسب يا سواق، قلت لك اسوق انا، قلت لي لا كنت اسوق احسن منك. يعني المكان ده للسياره؟ يعني هم اللي ماشيين مخالف. المكان ما شاء الله جميل جدا، يعني انا رحت دبي مفيش الجمال ده هناك. القعده هنا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مبسوط يا حاج جابر؟ طبعا بامانه. مش سامع. طبعا. طب بتقول لي بصوت واطي ليه؟ بس الحجه فين؟
حبيبي، شكرا يا اسطى. عايز اي حاجه؟ عليكم. احنا بنشكرك على الفسحه الجميله دي. يلا يا حاج عبد الغفور حبيبي، يلا يا حاج جابر. امي ما كانتش جت معانا؟ ينفع؟ لا والله ما ينفع، بس يلا اسم نسوي ان شاء الله، نعيدها نعيدها. لا ان شاء الله. منوره يا حاج سوسو، منوره يا حاج محمد، منوره اقسم بالله، منوره يا حاج جابر، منوره يا حاج عبد الغفور، بارك الله، منور اقسم بالله. جبت لنا سمك ايه بقى؟ جبنا لكم سمك خليها مفاجاه، خليها مفاجاه، خليها مفاجاه. انت تعلمت مني؟ اه تعلمت مني، خلي كل حاجه مفاجاه. ايه المشكله؟ ما لقينا محشي، ليه لقينا محشي؟ ما لقيناش محشي. محشي يلا ان شاء الله لما نجي مصر ناكل محشي ان شاء الله. ده الكفته نزلت بقى اهيت ما شاء الله، والحمام حاجه كده ايه؟ حمام مصري، احنا بناكل في مطعم مصري. ايوه ما شاء الله. صورني بالطبق. الحاجة بتحب تتصور بالطبق. الحمام ما شاء الله، انا عايز اقول لكم تحفة تحفة تحفة. ولا شوربة السيفود، يعني احنا طالبين اسماك، ما حدش يتريق ويعيب علينا، يعني يقول لك كده انتوا بتاكلوا كفتة مع سيفود مع سمك مع ايش نسويها؟ ما هو الغشيم انا اللي دي فكرة عبد الغفور، هو اللي قال انا بحب السمك مع الحمام. ايوه والله نسوي، نجرب كل شيء صح. بص الجمبري جايبينه ايه ده؟ التقديم برضه دي حرفة، برضه التقديم دي حرفة برضه. هتصور بيها على مهلك، على مهلك. عارف لو جمبري ايه يا سلام. عامل لكم دعايه خلاص بس تسيبونا حق الاكل ده. الله يبارك لك يا حاج. انا فعلا كمان مره خلاص بقى، لا تقع بقى، عايزيننا كلها. بص يا يحيى، عايزيننا كلها يا يحيى. الدكتور يحيى، الدكتور يحيى رجاء بالمحشي، احنا عايزينك بالجمبري والسمك. الحاجه حلفت يمين بالله ما هتمشي الا لما تيجي تاكل الاول الحمام. طبعا ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاج. حمام الحمى، ربنا يديك الصحه يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. انا مش عارف ازكيه ازاي اتقطع. ليه؟ هاخده ذكرى ان شاء الله. إيه تيجي تاني وتالت وعاشر يا رب. ما شاء الله المنظر، الحمام شكله جميل قوي. تعالي بقى عشان اخدك صورتين وسط الحمام. يلا خش سم بالله. فتحت الكيس. الله ينور. ادي بوا شويه، حبه صغننه، حبه صغننه. ومحمد حب، وانا حب. هات اطعم الحمام عشان ربنا يطعمني. بس الحته ما فيش فيها اكل. اه ده انت عشان ياكل اكلنا احنا. اه لا ما شاء الله الارض مليانه اكل. الحمام ده جعان، تعالي ناكل. تعال ده ناكل. بسم الله. تعالوا عندي، تعالوا عندي، عندي اكل. نوزع الاكل. لا ما شاء الله. خد يا عم، تعالى 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 الحمام. تعالى ما تخافش، تعالى كل. عايز محشي؟ قول لي انا مش عايز قمي، انا عايز محشي. هاتي له محشي، نجيب له حله محشي هنا. الكيس بقى دوت هاخده ذكر. الكيس عقبال ما تيجي تاني وتالت وعاشر يوم ما اجي المره الجايه ارمي الكيس ان شاء الله. بص امي قعدت فين يا جماعه عشان مستنيه الحمام يتلم حوالين منها. ايه قعدتي ليه كده؟ ما انت مستناه يجي لك مش هيجي. لا هيجي. نشوف الحمام يا محمد. ما شاء الله الحمام شكله جميل. اه طبعا. حط له قمح من كل ما هو خايف منك. هو انا بخوف؟ يا نار ابيض. ده انا رقيق. انت رقيق يا حاج. ده انا رقيق، ده انا نسمه. انت نسمه. اه انا بقيت نسمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس ما شاء الله هتتعبي حاجه عشان رجلك. لا هطلع. احنا عشان رجلك. انت اللي مش قادر تطلع. انا عشان رجلك والله. سيبني اطلع وما تطلعش. طب استني، طيب اجي معاك لو تقع. طب اطلع فوق وتصورني فوق كمان. تعالي اطلع بس كفايه كده عشان ما تقعيش. دي اخر مرحله من الحته اللي ورايا. تعالي على اخر حته عشان تحلفي ان انت طلعت على قمه الجبل. ابو غفور مش قادر يطلع. جبت اخرك، كبرت انت خلاص. شفت ابوك فين؟ انت كبرت. صور ابوك يجي. ابويا هناك اهو، مش عارف شايفينه ولا لا. مش قادر تطلع؟ لا انا بطلع، كيف ما بطلع؟ قاعد استناكم جوا عشان تعرف ان الدهن في العتاق. الدهن في العتاق، الله يديك الصحه. مش البنات الفرافير. انت نسمه. انا نسمه. انا من النهارده بقيت نسمه. يلا ننزل بقى عشان ابويا تحت هينام على نفسه. خدني لقطه. خدتني لقطه انا قاعده كده. ما انا اه ما انا بصور اهو والله، فاتح الكاميرا اهو. انت بتضحك عليا. والله بفتح، والله بصور، والله بصور. يلا قومش قوم. اقل غلطه هنا ستكلفنا الكثير. المفصل مش عارف خايبه كده. اه فانت يلا قومي معايا كده. الله يهديكي. يلا الله اكبر. يا محمد.
محمد انت انفصلت عن ميرفت يا محمد، فانا دلوقتي بقول لكم حصلش نصيب، كل شيء اسمه ونصيب والحمد لله. بس طبعا بالنسبه للناس اللي بتسال ايه السبب وايه سبب الانفصال، مستحيل من رابع المستحيلات ان انا هتكلم في اي حاجه. انا مش هقول غير ان هي تستاهل احسن من مليون مره، وكل شيء اسمه ونصيب. كل اللي انا بطلبه منكم دلوقتي بس ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. الحمد لله يا جماعه، ربنا ان شاء الله كده يا رب يعوضني خير، والحمد لله الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا خير. ربنا ما بيجيبش غير كل خير. ما كنتش مخبي ولا حاجه، بس انتوا عارفين طبعا احنا ما بنحبش ننقل اي حاجه تزعلكم، ولا بنحب ننقل لكم اي سلبيات، بنحب نقول لكم بس الحاجات اللي تفرح، بنحب نساعدكم. بس بما انكم سالتوا فطبعا انتوا عيلتنا ما نقدرش نخبي عليكم حاجه، ربنا يصلح حالهم يا رب. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا خير، الحمد لله خلينا في الرضا، ربنا يكتبها لكم جميعا يا رب. امين يا رب غفور حبيبي. الله يسعدك. خلاص الفجر هيأذن دلوقتي واجب يا حبيبي. اهم شيء دعيتوا لي. والله دعيتك. الله يسعدك بارك الله فيك. دلوقتي انا عايزكم كلكم بالنسبه لموضوع الانفصال انا قلت لكم عليه ما تزعلوش. انا من فتره كنت مداري عليكم الموضوع، بس انتوا ما شاء الله الله اكبر عليكم، يعني عيلتنا فما بتخفاش عليكم حاجه، عرفتوا اصلا من غير ما اقول. اكيد ما عرفتش عرفوا ازاي. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني قبل ما الواحد بيقول الخبر بتكون انتوا عارفين. والله ده كل شيء نصيب وبتاع ربنا الحمد لله. والله 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 واحنا في بيت الله وفي اطهر مكان، احنا الحمد لله ما احنا الظالمين. وانا الحمد لله يا رب. الحمد لله احنا بس مش محتاجين غير دعوتكم بس وتوفيق ربنا لينا. وانا لسه داعي ربنا الحمد لله، وانا في الروضه جوه قدام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ذريه صالحه مش بزوجه صالحه، ذريه صالحه زوجه صالحه وطفل صالح. ان شاء الله كده ربنا هيرضيني، وانتوا ادعوا لي في التعليقات دلوقتي، وان شاء الله انا عن نفسي متفائل خير يا رب. طبعا دعيت لي ان انا اتزوج صح؟ والله دعيت لك ان انت ربنا يرضيك بذريه صالحه. اللهم امين يا رب. يعفي الوالد يا رب ويعوضه بالسلامه. امين امين يسعد الجميع. ربنا يعفو عنه ويشفيه شفاء عاجل لا يغادر سقما. اللهم امين يا رب. امين. ودعيت لاخونا عبد الغفور، انسان محترم على الله يسعدك يا حج. الله يسعدك. اتمنى من ربنا ان يستجيب الدعوه. اللهم امين. زوجة صالحه يا رب. ومحمد ربنا يرزقه بزوجة صالحه. امين. هقول لكم تاني عشان ما حدش يسال او دماغه تروح لبعيد. والله 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 الثلاث ايمانات دول بيتهز لهم سبع سماوات. احنا ما ظالمين ولا بنفتري ولا اي حاجه، ولكن ده امر ربنا واحنا راضيين بيه. كل شيء نصيب الحمد لله. الحمد لله كله قسمه ونصيب الحمد لله. الحمد لله. هو حد فيكم يزعل ولا يتضايق عشان صاحب الشأن مش متضايق، صاحب الشأن نفسه الحمد لله. الحمد لله ربنا كتب لنا ان احنا نيجي هنا، دي اكبر مرضيه يعني. الحمد لله الحمد لله.